اخر المؤكد يفتح كم بروزر؟ اخر المؤكد يكون مفتوحا. وتالله لأكيدن كلا لينبذن. اخر الفعل المؤكد يكون مفتوحا دائما كبروزا. بروزا اصبح بروزا بنون توكيد خفيفه، خففها وقف عليها فابدلها الفا. واضح؟ واضح؟ قال رحمه الله: واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علم. المضمر اللين وهو الالف والواو والياء اذا كان في اخر الفعل المؤكد، فان كان واوا او ياء حذفتهما، وان كان الفا ابقيها. فتقول تقول: يا زيدون والله لتكتبن، حذفت الضمير اللين وابقيت الضمه دليلا عليه. وتقول: يا هند والله لتكتبن، حذفت الياء الضمير اللين وابقيت الكسره دليلا عليه. فان كان الضمير الفا ابقه، ولا تتبعان ابقي الالف لخفتها. لان قوله: واشكله قبل مضمر اللين بما أصل بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر حذفنه الى الالف. واضح؟ وان يكون في اخر الفعل الف، اذا كان الفعل المؤكد مختوما بالف كيسعى ويرضى واردت ان تؤكده، فان اسندته بغير الواو والياء اقلبه ياء. فتقول: اذا اسندته لواو والله ليسعين زيد. واضح؟ وان اسندته لضمير مخاطب تقول: والله لتسعين. وان اسندته لمثنى قلت: والله لتسعيان. وان اسندته لاناث قلت: والله لتسعينان. واضح؟ فان اسندته لواو الجماعه حذفته وحركت واو الجماعه بحركه مناسبه وهي الضمه. وان اسندته لياء المخاطبه حذفت الالف وحذفت ياء المخاطبه بحركه مناسبه وهي الكسره. فتقول: يا زيدون والله لتسعون، اصبح لتسعاو، حذف الالف. واضح؟ وحرك الواو بحركه مناسبه. وتقول: والله لتسعين يا هند. انا اقول: وان يكون في اخر الفعل الف فاجعله، اي الالف منه اي من الفعل رافعا حال غير الواو والياء، وذلك ما هو اسم ظاهر او ضمير تثنيه او ضمير مخاطب او نون نسوه، اجعله الفا واجعله منه رافع غير الواو غير الياء والواو، اجعله ماذا؟ اجعله ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وهما واو الجماعه وياء المخاطبه. وفي واو ويا شكل مجانس، فيجانس الواو الضمه ويجانس ياء الكسره، نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سويا. واضح؟ الحمد لله. فان كان الفعل المؤكد مختوما بواو او ياء اخره واو ياء كيدعو او يمشي احذفها ايضا ولم يذكره، لان حذفهما ليس ناتجا عن التوكيد، بل ناتج عن اسنادهم الى الجماعه ويا مخاطبه. تقول: يا هند انت تدعين، اصلا تدعوين، حذفت الواو لعامل اخر لتنكده وحذف. وتقول: يا هند انت تمشين، حذفت الياء اذا كان مختوما بالواو او بالياء واسندته واو جماعه وياء مخاطبه احذفه، لا بسبب التوكيد بل لعامل اخر. فنحو تدعون، ما الذي وقع؟ تدعون اصلا تدعون، تدعون استثقلت الحركه على الواو فحذفت، التقت ساكنه مع واو الجماعه فحذفت. وتدعين اصلا تدعوين، تدعوين تستثقلت الحركه على الواو فحذفت، فحذفت استثقلت الحركه على الواو فحذفت الحركه فسكنت، التقت ساكنه مع ياء المخاطبه فحذفت، ثم حركت الزاي في قلنا تدعين تدعوين، حركت الضمه العين حركت بكسره تناسب الياء قلت تدعين. واضح هذه؟ وان شئت قلت تدعوين، نقلت حركه الواو الى العين، سكنت الواو، التقت ساكنه مع ياء المخاطبه فحذفتها واستغلتها على خطوه اخرى. واضح هذا؟ لم يذكرها ابن مالك لأن حذفها ليس ناتجا عن التوكيد بل ناتج عن عامل آخر. الفعل المضارع الفعل المختوم بالواو أو بالياء إذا أسندته لواو الجماعة وياء المخاطب يحذف حتى لو لم يؤكد. واضحة؟ هذا هو أنا قوي. واحذفه من رافع هاتين وفي واو وياء
شكل مجانس قفي نحو خشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وضم مواقس مسوية ولم تقع خفيفة بعد الألف. النون الخفيفة لا تقع بعد الألف لأن فيها التقاء الساكنين على غير حده. لا تقول والله لا تسعيان والله لا تكتبان، لا يقال هذا. التقاء الساكن على حده أن يكون أولهما لينا وأن يكون الثاني منهما مدغما، ولا تتبعان الأولين وهو الألف والثاني مدغم، جائز جائز، واضح؟ ولن تقع خفيفة بعد الألف. والألف ثلاثة أنواع، إما أن تكون ألف فارقة بين نون الإناث ونون التوكيد، أو ألف تثنية، أو ألف حرف دال على التثنية في لغة أكلون البراغيث، واضح؟ تقول والله لا يكتبان الزيدان، الألف هنا علامة التثنية وهي لغة أكلون البراغيث، لا تقع بعدها إلا تقيل، تقول والله لا يكتبان الزيدان، واضح؟ أو تقول والله لا تكتبان، هذا الألف اسم نسك الأولى، واضح؟ وتقول والله يا هندات لا تكتبنان، لا تقول لا تكتبنان. إذا الألف هنا ثلاثة أنواع، إما ألف داخلة بين نون الإناث ونون التوكيد، لا تقول والله يا هندات والله لا تكتبنان، وسوف يذكرها. الألف ثلاثة أنواع، إما ألف فارقة بين نون الإناث ونون التوكيد، لا تكون نون التوكيد بعدها مخففة، أو نون حرف على لغة كل البراغيث، أو نون مسند إلى تثنية، واضح هذا؟ أنا قوله ولن تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، كسروها يكون سهل تشبيها لها بنون المثنى لوقوع كل منهما متأخرة بعد الألف، واضح؟ أنا قوله وكسرها نقرأ. إذا أكدت فعلا مسندا لنون الإناث افصل بينهما بألف، تقول والله لا تكتبنان يا هندات. نون التوكيد الخفية لها أحكام تخصها، تحذف إذا لقيها ساكن لأنها نظير التنوين، تشبه التنوين، وجه الشبه واضح أنها تحذف إذا لقيها ساكن. تقول اضرب لصة، اضرب قد تجعلها لغز لطالب، تقول له علم لي اضرب اللصة، لا يعرف، يقول لك صار تقول اضرب اللصة، أنت لن تقصد هذا، أنت أسندت الفعل أكدته بنون التوكيد الخفيفة وحذفتها للتقاء الساكنين، أصلها ضربا، واضح؟ ومنها قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، واضح؟ هذا معنى قوله وحذف خفيفة ساكنة، وبعد غير فتحة لا تقف، إذا وقفت عليها وكان ما قبلها غير مفتوح أي مضموم أو مكسور حذفها، تقول هل تضربون يا زيدون؟ هل تضربون يا زيدون؟ وتقول هل تضربين يا هند؟ لو اضطررت للوقف على هذه الكلمة تقول هل تضربون؟ حذفت نون التوكيد وتيت به الرفع، واضح؟ وتقول اضربون يا زيدون، اضربون الوقت تقول اضربوا حذفتها، وتقول ضربين يا هند، الفعل مبني على حذف النون، تقول اضربين يا هند، هو الوقت تقول تضربي بحذف النون، واضح؟ لا تقول ضربين، أنا أقول واحذف خفيفة وبعد غير فتحة إذا تقف كالتنوين، التنوين بعد ما ضم وبعد كسر يحذف، تقول جاء زيد ومرت بزيد، واضح؟ وبعد الألف يقلب، بعد الفتحة يقلب ألفا، كذلك هذه أقرأ. وضد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصف كامل، تقول هل تضربون يا زيدون؟ هل تضربين يا هند؟ حذفت لأجلها واو الجماعة ونون الرفع، واضح؟ فتقول إذا وقفت تقول هل تضربون بإعادة واو الجماعة ونون الرفع، هل تضربين بإعادة ياء المخاطب ونون الرفع، لأن أقول وضد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، إذا وقفت عليها تبدأ ألف، كقول الله عز وجل لنسفع بالناصية ليكون من الصاغرين، واضح؟ وأبدلنها بعد كالتنوين تماما. إذا وقفنا عليها تقول ضربا زيدا، إذا وقفت عليها ضربا، واضح؟ إذا كيف تقف عليها بالألف كما تكتب سورتك سورتك وأشبهت إذا منونا النصب فألفا في الوقف نونها قل سورتك قال قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي أبوي، وأبدلنا بعد فتح ألفا، قال ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا أبوي،
ولا وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبده يعبده. شل حذفها لغير شيء من هذا. كقولهم اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف يقون سلفرس اضرب عنك. كما قيل قبل اليوم خالفة تذكر صوا خالفا حذفها لا لساكن ولا لوقت. قيل الله صلى الله عليه وسلم.